نحن عنصر المرأة في شمال وشرق سوريا عامة وفي هجين وريفة خاصة، ندين ونستنكر الهجمات الوحشية التي يقوم بها جيش الاحتلال التركي والتي أدت إلى مجزرة بحق الأطفال والمدنيين العزل في تل رفعت يوم الاثنين 2/12/2019. هذا اليوم الأسود الذي قتل فيه أطفالنا بدم بارد بضربات من أردوغان قاتل الأطفال والإنسانية، وتعتبر عار على كل الإنسانية. فالجرائم التي تحدث اليوم هي من سلسلة مخططات داعش، وهي اليوم بوجه آخر. فآلة العدوان التركي هي ذاتها آلة داعش التي تحمل الموت والدمار والخراب لكل الشعوب. ونطلب من دول الناتو وروسيا ألا يكونوا شركاء في قتل الأطفال، فالتاريخ لا يرحم من يهدر ويتستر على قتل الأبرياء. ونعلن أمام دول العالم إننا جاهزون لرد الهجمات العدوانية التي تقوم بها المجموعات المرتزقة، كما وندين موقف الدول العربية لصمتها الفاضح اتجاه هذه المجازر بحق أبناء هذه الأرض، ونطلب منهم موقف واضح وصريح في هذه الأوقات، وندعو الشعب للوقوف صفاً واحداً خلف إدارته، ونجدد دعمنا لقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. الرحمة للشهداء، الرحمة للشهداء، بالروح بالدم نفديك تل رفعت.